مساء الخير، مساء الورد، مساء الحب، مغلف بأجمل باقة ونهديها لكل من حضر معنا اليوم في هذه الليلة الجميلة. نسعد باللقاء معكم دائما، وتستمر ليالي مهرجان الموسيقى الدولي في دورته 15. نلتقي حضورنا الكريم في هذه الليلة في رحاب ليلة غنائية كويتية من الدرجة الأولى ومن الطراز الأول. فارس هذه الليلة هو فنان أنعم الله عليه بموهبة الموسيقى، فأحب الفن منذ صغره. شارك في الأنشطة الموسيقية في المرحلة الثانوية. في العام 1983 انضم لفرقة التلفزيون، ولفتت موهبته أنظار كبار الملحنين فقدموا له أجمل الألحان. وشارك هذا الفنان مع فرقة التلفزيون في عدة مهرجانات محلية وعربية وعالمية. أصدر عدة ألبومات تضم طبعا مختارات من الفنون الشعبية المطورة. قدم العديد من السهرات الغنائية، صدح بصوته في كل أرجاء الوطن العربي. سهرتنا هذه الليلة حضورنا الكريم سوف تكون مع مجموعة من الأغاني، منها يا هلي، البوشية، الله أكبر، يا حمام، روضة الخلان، أبو عيون، فتانة. أعتقد أن فنانا بدأت معالمه واضحة في هذه السهرة الغنائية الطربية العربية المحلية الكويتية. رحموا بعاي بنجم هذه الليلة الفنان المحبوب فيصل السعد. مساء عليكم بالخير.
من يوم ثوبي يا
Thank you.
خذوني معاكم يا نواخذ خذوني معاكم مطرحومي 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 على مرسى المحبين او يا مال يا مال يا مال يا مال او او يا I'm not afraid.
الجوار خبروني يا غالي وين الحبيب أدور النوم يوم طعم الشرار شد على خلاني وين الهوى ودّاني
عالمك يا الغاضي زعلان مدري عالمك يا الغاضي زعلان تجبل وتجدي ما تحجيني Oh.
شكرا. حضورنا كريم، حقيقة كل الشكر لهذه الفرقة الجميلة ولهذا الفنان الأجمل الذي أمتعنا من خلال هذه الوصلات الغنائية والتي عادت بنا إلى عبق الماضي الجميل من خلال أغنيات تخاطب الوجدان، تحاكي جميع المشاعر الكويتية الخالصة من خلال تقديم هذا التراث الجميل من خلال أغنيات جميلة. كل الشكر للفنان فيصل السعد، وكل الشكر أيضا للفرقة الغنائية المصاحبة وفي هذه الليلة. حضورنا الكريم، باسمكم جميعا الآن يسرني دعوة الأستاذ فيصل الدرويش مدير عام المهرجان للتفضل على خشبة المسرح لتكريم من يستحق التكريم في هذه الليلة، لمن أمتعنا بهذه الوصلات الغنائية الجميلة التي داعبت المشاعر والوجدان. درع تذكاري يقدمه الأستاذ فيصل الدرويش مدير عام المهرجان للفنان فيصل السعد الذي أمتعنا من خلال هذه السهرة الغنائية المحلية الكويتية العربية الطربية الجميلة بهذه الأغنيات الجميلة أيضا. كل الشكر لك. شكرا. أيضا أحب أنوه لحضورنا الكريم أن في الغد إن شاء الله سوف يكون مسك الختام بإذن الله في نفس الموعد ولقائنا مع الفنانة غادة العباسي من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتصبحون على ألف ألف خير.